إذا مباشرة متابعي قناة شوف تيفي من هنا من مدينة أسفي، في هذه الجولة متابعينا اللي كنقوم بها في الشوارع والأزقة ديال المدينة. إذن تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات ديال قناة شوف تيفي، مباشرة معكم من هنا من حاضرة المحيط مدينة أسفي قبل حظر التجول الليلي. متابعينا الكرام، إذن أجواء مثيرة هنا بعاصمة عبدة كيف كتشاهدوا معنا. إذن أم إكرام كتقول لنا أشنو واقع، يعني كنقول لك أم إكرام حنا الآن في جولة بالشوارع ديال مدينة أسفي، كنقول لكم الأجواء كيفاش دايرة قبل حظر التنقل الليلي. إذن الأجواء متابعينا جد هادئة كيف كتشاهدوا معنا عبر هذا المباشر.